السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أرحب بكم في هذا التمرين الشامل في دراسة الدوال العددية. إذا التمرين هو تمرين شامل، إذا هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني ديال التمرين. إذا غادي نحاول إن شاء الله نبدأ بأول سؤال، واللي عادة يكون هو دراسة أو تحديد مجموعة التعريف. إذا نحدد مجموعة التعريف، إذا ديد اف تساوي اكس كتنتمي لار، وهنا خصني نوضع الشروط. إذا ما بداخل الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي صفر، إذا اكس على اكس ناقص واحد أكبر أو تساوي صفر، كذلك المقام يخالف الصفر. إذن x ناقص واحد تخالف الصفر، إذن ان x كتنتمي ل r، x على x ناقص واحد و x تخالف الواحد. إذن هنا خصني ندير جدول الإشارة باش نحدو الإشارة ديال هاد التعبير هذا. إذن عندنا واحد الجدول اكس، اذا غنحددو الاشاره ديال عندنا مول انفيني، عندنا هنا اكس، اكس ناقص واحد، ومن بعد نحددو الاشاره ديال خارج هذا التعبير هذا اللي هو اكس على اكس ناقص واحد. اذا عندنا اكس كتنعدم في الصفر و إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد، إذا إكس كتنعدم في الصفر و إكس على إكس ناقص واحد حتى هي كتنعدم في الصفر، لأن عوضت إكس فغيجيني الصفر على واحد العدد. إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد، هنا عندنا إكس ناقص واحد في المقام وعندنا إكس تخالف الواحد، إذا غيكون عندنا دالة غير معرفة أو التعبير غير معرف في الواحد. إذا إكس على اليمين ديال الصفر كتكون زائد وعلى اليسار ناقص، إكس ناقص واحد إذا على اليمين ديال الجذر زائد وعلى اليسار ناقص. إذا قاعدة الإشارة زائد زائد كتعطينا زائد، زائد ناقص ناقص وناقص ناقص زائد. إذا عندنا إكس على إكس ناقص واحد أكبر أو تساوي الصفر، إذا غناخد المجالات الموجبة. وبالتالي مجموع التعريف هي ناقص للنهاية، هنا عندنا أكبر أو تساوي الصفر، إذن العدد صفر كيكون عدد سهو من ضمن داخل في مجموع التعريف. اتحاد هنا عندنا دوباغ، يعني أن الدالة غير معرفة في الواحد، إذن الواحد مجال مفتوح بجهة الواحد، إذن الواحد زائد لا نهاية. إذا هذه هي مجموعة تعريف هذه الدالة. السؤال الثاني، حساب ليميت ديال f لx عندما تؤول x إلى واحد زائد، أي نهاية f على اليمين ديال واحد. إذا في هذه النهاية غنحاول نحسب النهاية ديال التعبير ديال هذا التعبير هذا، ثم النهاية ديال هذا التعبير هذا، ومن بعد ندير الجمع ديالهم. إذا ليميت ديال إكس على إكس ناقص واحد في الواحد بلوس، دونك إلا درت التعويض غيجيني واحد على واحد ناقص واحد، عندنا واحد بلوس يعني واحد فاصلة صفر 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 شي حاجة، دونك إلا درنا هادي غتجينا واحد على صفر بلوس، إذن واحد على صفر بلوس هي زائد لا نهاية. إذن ليميت، إذن ليميت ديال الجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد في الواحد بلوس كتساوي لنا زائد لا نهاية، ولدينا كذلك الليميت ديال إكس ناقص واحد في الواحد بلوس
كتساوي لنا، هنا درنا التساويد، واحد ناقص واحد كتساوي لنا صفر. إذن ليميت ديال إكس ناقص واحد ناقص الجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد في الواحد بلوس تساوي ماذا؟ إذن هاد التعبير لقيناه كيقول الصفر، وهاد الجذر لقيناه تيقول بلوس أنفيني مع الموان اللي كاينه هنا موان لانفيني، بالتالي النهاية كتساوي لنا موان لانفيني. إذن شنو هو التأويل الهندسي؟ دائما التأويل الهندسي ديال النهايات فخصني نتكلم على المقاربات. إذا لدينا ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس إلى واحد بلس كتساوي لنا ناقص لا نهاية، شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن السي اف يقبل ماذا؟ يقبل مقاربا معادلته إكس تساوي واحد. هذا المقارب بطبيعة الحال غيكون مقارب عمودي، يعني يوازي محور الأراضي. الآن السؤال الموالي، حساب الليميت ديال إف لإكس زائد لا نهاية. غادي نحسب الليميت ديال هذا الجذر هذا، ومن بعد نحسب الليميت ديال إكس ناقص واحد. إذا نحسبوا الليميت ديال ما بداخل الجذر، لدينا الليميت ديال إكس على إكس ناقص واحد في زائد لا نهاية. هذه عبارة عن دالة جذرية، حنا كنعرفوا بأن النهاية ديال الدالة الجذرية هي نهاية الحد الأكبر درجة على الحد الأكبر درجة. الدالة الجذرية هي اللي كتكون عندنا كتكتب على شكل حدودية على حدودية. إذن هذه عندنا حدودية من الدرجة الأولى على حدودية من الدرجة الأولى. إذن هي الليميت ديال إكس على إكس زائد لا نهاية. إذن إكس على إكس كنختزلو تيبقى لينا واحد. إذن ولدينا الليميت ديال إكس ناقص واحد إكس يؤول إلى زائد لا نهاية تساوي، كنعوضو كيجينا زائد لا نهاية، وبالتالي الليميت ديال التعبير كامل إكس على إكس ناقص واحد زائد لا نهاية. إذا لقينا هاد التعبير هذا لقيناه كيؤول إلى زائد لا نهاية، الجذر كتمشي الواحد، إذا زائد لا نهاية ناقص واحد زائد واحد فهي زائد لا نهاية. نفس الطريقة غادي نستعملها بالنسبة للنهاية في موال لانفيني. إذا لدينا ليميت ديال إكس على إكس ناقص واحد ناقص لا نهاية دالة جذرية، إذن هي الليميت ديال إكس على إكس في موال لانفيني، إذن هي كنختزل بإكس يبقى لنا واحد، وبالتالي الليميت، وعندنا كذلك الليميت إكس ناقص واحد في الموال لانفيني هي موال لانفيني، وبالتالي الليميت ديال إكس ناقص واحد ناقص الجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد في موال لانفيني كيساوي لنا، إذا إلا عوضنا يجينا هو موان لانفيني، لأن هاد التعبير هذا كيمشي لموان لانفيني، والجذر يؤول إلى الواحد، إذا موان لانفيني زائد عدد أو ناقص عدد ما كيتغير والو، هنا عفوا موان لانفيني. الآن غادي ندرس دابا، قلت بين أن المستقيم الذي معادلته إيكغيك تساوي إكس ناقص جوج مقارب مائل للسي اف بجوار بلس انفيني وموال لانفيني. اذا باش نبينو انه مقارب مائل عندي جوج ديال الطرق، اما كنطبق هاد الطريقه هذه كنحسب الليميت ديال اف لي اكس ناقص ايكغيك وخصني نلقاه كتساوي صفر، او كنقلب على مقارب مائل وغنلقاه هو هذا المقارب هذا. اذا اسهل طريقه هي هاد الطريقه هذه، يعني نحسبوا الليميت ديال هاد الفرق ونلقاه كيساوي لنا صفر. إذا غنحسب دابا الفرق، يعني إف لإكس ناقص إيكغيك كتساوي لنا إف لإكس ناقص إكس ناقص جوج، إف لإكس غادي نعوضها بالقيمة ديالها هي إكس ناقص واحد ناقص الجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد
ناقص إكس ناقص جوج. إذن نحيد الأقواس ناقص إكس زائد العدد اثنان. إذن هنختزلو بإكس ناقص واحد زائد جوج هي واحد ناقص الجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد. إذن دابا ولدينا ليميت ديال الجذر كما حسبنا في السؤال السابق، ليميت ديال جذر إكس على إكس ناقص واحد بلس لانفيني ولا في موال لانفيني بجوج بيهم كتساوي لنا العدد واحد. إذن ليميت ديال إف لي إكس ناقص إكس ناقص جوج بلس لانفيني تنجمعهم بجوج شنو كتساوي؟ إذن هذه قلنا تؤول إلى العدد واحد، إذن كيبقى واحد ناقص واحد هي صفر، وبالتالي المستقيم إيكغيك كتساوي لنا كيساوي إكس ناقص جوج اللي هو دلتا بطبيعة الحال مقارب مائل لسقف بجوار بلس لانفيني و موان لانفيني. نمر الآن إلى السؤال رقم 4، أدرس الوضع النسبي دلتا و السقف. إذن باش ندرس الوضع النسبي خصني ندير الفرق ديال إف لي إكس ناقص إكغيك أي ناقص إكس ناقص جوج. دراسة الوضع النسبي يعني غنحاولو نشوفو فين السقف يوجد فوق دلتا وكذلك العكس. هاد الفرق سبق لي باش حسبتو في السؤال السابق. إذا لقينا واحد ناقص الجذر ديال إذن واحد، إذن دائما نستعمل الأسئلة السابقة باش منضربش تمالة زايدة. إذا لقيناه واحد ناقص الجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد، طبيعة الحال تعبير بحال هذا صعيب شي شويه ندرسو بشكل مباشر. اذا شنو غادي ندير؟ غنستعمل واحد التقنيه ديال المقارنه. اذا الا كانت عندنا ا و بي عددان موجبان، فباش نقارن ا و بي يمكن لي نقارن ا مربع و بي مربع. اذا لقيت ا مربع اكبر من بي مربع كنستنتج بان كبر اكبر من بي، يعني ا ناقص بي كبر من صفر. هذه هي الفكره اللي غنستعمل باش نقارن بين الواحد والجذر ديال إكس على إكس ناقص واحد. إذن هادو بجوج عددان موجبان، إذن شنو غادي ندير؟ غادي ندير الفرق ديالهم على إكس ناقص واحد. إذن واحد ناقص إكس المربع تيمشي مع الجذر تيبقى لينا. إذن نوحدو المقامات ناقص إكس على إكس ناقص واحد. إذن إكس ناقص واحد ناقص إكس على المقام المشترك إكس ناقص إكس صفر تبقى ناقص واحد على إكس ناقص واحد. إذن هاد التعبير خصني نعرف واش موجب، فين موجب وفين سالم. غادي ندير واحد الجدول صغير باش نص الإشارة ديال هاد التعبير هذا. إذن عندنا إكس ناقص لانهاية صفر الواحد، ضروري غادي ندرس في مجموعة التعريف الإشارة. إذا عندنا الإشارة ديال غادي ندرس الإشارة ديال إكس ناقص واحد، وهنا غادي ندير ناقص واحد الإشارة ديال التعبير كامل. إذا عندنا إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد، والتعبير عندنا غير معرف في الواحد لأن الواحد راه كاينه في المقام. عندي كذلك واحد الصفر هنا، إذا عندنا هذا الشيء ما عندي ما ندير به بين الصفر والواحد لأن ما دخلش في مجموعة التعريف. إذا إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد، على اليمين الواحد عندنا إشارة اللي هي زائد، وعلى اليسار عكس إشارة أ. إذا عندنا ناقص واحد عدد سالب،
دائما سالب، ناقص واحد على اكس ناقص واحد. اذا اكس ناقص واحد في هذا المجال كتكون موجبة، ناقص واحد على واحد التعبير اللي هو موجب كيعطينا سالب، سالب على الموجب سالب. اكس ناقص واحد ما بين ناقص لا نهاية الصفر كتكون سالبة، اذا السالب السالب موجب. اذا هذا الجزء هو اللي عندي به الغرض، يعني هذا التعبير هذا، هذا التعبير هذا تيكون عندنا موجب ما بين ناقص لنهاية صفر وسالب ما بين واحد بلس لانفيني، يعني في ناقص لنهاية صفر كيكون عندنا تعبير موجب. شنو كيعني التعبير الموجب؟ يعني واحد كاري كبر من داك الجذر ديال اكس على اكس ناقص واحد كاري. شنو كيعني هذا؟ واحد كبر من الجذر، يعني واحد ناقص الجذر كيكون اكبر من الصفر، وفي المجال الاخر كيكون العكس كيكون اصغر من الصفر. اذا غادي نلخص هاد النتائج في جدول، اذا لقينا في هذا المجال تعبير موجب وفي هذا المجال تعبير سالب. اذا الوضع النسبي للسي اف ودلتا، اذا في المجال ناقص لنهاية الصفر سالب، اذا السي اف يوجد تحت دلتا. ملي كيكون عندنا موجب السي اف يوجد فوق دلتا. المجال الموجب يعني كيكون عندك اف لاكس ناقص اكس ناقص جوج اكبر من صفر، الاكبر او تساوي، يعني ان اف لاكس سيكون اكبر من اكس ناقص واحد او ناقص جوج، يعني ان السي اف كيكون يوجد فوق المستقيم دلتا. الان السؤال رقم خمسة اللي طلبوا منا فيه، ندرس قابلية اشتقاق الدالة اف على اليسار في الصفر. اذا غادي نحسبوا الليميت ديال اف دي اكس ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص صفر في الصفر موان، يعني الاشتقاق على اليسار. اذا نحسبوا اف ديال صفر نعوض، غادي يجينا صفر ناقص واحد ناقص الجذر ديال صفر على صفر ناقص واحد. اذا صفر على ناقص واحد هي صفر، بقات لينا ناقص واحد، اذا اف ديال صفر ناقص واحد. اذا نديرو التعويض، اذا الليميت اكس ناقص واحد ناقص الجذر ديال اكس على اكس زائد واحد ناقص واحد، اذا ناقص ناقص واحد اللي هي زائد واحد على اكس. اذا الليميت، اذا ناقص واحد مع الواحد مشات، بقات لنا الليميت ديال اكس ناقص الجذر ديال اكس على اكس زائد واحد، هادشي كامل على اكس. اذا نديرو نفكو هاد الكتابة، ا زائد ب على سي هي ا على سي زائد ب على سي. اذا ليميت ديال اكس على اكس ناقص الجذر ديال اكس على اكس ناقص واحد على اكس، اي في واحد على اكس. اذا اكس على اكس راه هي واحد، اذا ليميت زيرو موان ديال واحد ناقص واحد على اكس في الجذر ديال اكس على اكس ناقص واحد. اذا اكس ندخلوها في الجذر، دونك حنا كنعرفو ملي كيكون عندنا الجذر ديال اكس كاري ديال ا اكس كاري زائد ب مثلا، وكنعملو باكس كاري،
كنخرجوها من الجذر راه كتعطينا هذا التعبير هذا، كتكون عندنا القيمة المطلقة ديال A زائد B على إكس كاري، وكنشوف واش إكس موجبة ولا سالبة، وعاد كنحيد القيمة المطلقة. دونك إلا كانت موجبة كتكون إكس الجذر، وإلا كانت سالبة كتكون ناقص إكس الجذر، وبالتالي ما غادي ندخلها خصني ننتبه للإشارة. دونك حنا عندنا ناقص، إذا إلا دخلناها في الجذر شنو غادي تولي؟ غادي تولي إكس كاري، غتولي هنا إكس، هنا إكس كاري، إكس ناقص واحد. دونك إلا خرجنا هاد إكس كاري من هنا غتكون غتولي هي واحد على القيمة المطلقة ديال إكس، ومادام إكس كتقول صفر موان يعني إكس صغر من الصفر، إذا كتكون هي ناقص واحد على إكس، إذا هنا خصني هاد ناقص ترجعها زائد. إذا دابا يمكن لي نبسط الكتابة، غنختزلو بإكس داخل الجذر ليميت واحد زائد الجذر ديال واحد على إكس عامل إكس ناقص واحد. دابا غادي نعوض، نحسبو التعبير اللي كاين داخل الجذر. عندنا الليميت، لدينا الليميت ديال إكس عامل إكس ناقص واحد في الزيرو موان. دونك إلا عوضنا شنو كيجينا؟ كيجينا الزيرو موان، زيرو موان يعني صفر مضروبة فاش؟ في صفر ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. إذا عندك زيرو موان في ناقص واحد هي زيرو، بلوس سالب في سالب كيعطينا موجب، إذا كيعطينا هذا زيرو بلوس. على زيرو بلوس؟ لأن راه عندنا الجذر، والجذر ديال أي تعبير خاصو يكون موجب. إذا الليميت ديال هادشي هذا هو واحد زائد، عندنا واحد على صفر بلوس، واحد على صفر بلوس هي زائد لا نهاية، أي واحد زائد لا نهاية اللي هي زائد لا نهاية. إذا حسبنا الاشتقاق، ليميت ديال إف لإكس ناقص إف ديال صفر إكس ناقص صفر زيرو موان، ولقيناه كيساوي لنا زائد لا نهاية. إذا شنو هو التأويل الهندسي ديال هذا الاشتقاق هذا؟ إذا أولا، أولا إف غير قابلة للاشتقاق على اليسار في صفر. التأويل الهندسي، دائما التأويل الهندسي ديال الاشتقاق كنتكلموا على المماسات، يعني إف يقبل المماس أو نصف مماس. إذا هنا عندنا الاشتقاق على اليسار، يعني كنتكلموا على نصف مماس. إذا نصف مماس هنا غيكون نصف مماس رأسي. إذا واش طالع الفوق ولا هابط لتحت؟ واش متجه نحو الأراتيب السالبة ولا نحو الأراتيب الموجبة؟ هاد الإشارة هما اللي كيحدوه. إلا كان عندنا نفس الإشارة راه كيكون نحو الأعلى، إلا كان إشارة مختلفة كيكون نحو الأسفل. إذا عندنا ناقص زائد، إذا كيكون المماس نحو الأسفل. إذا سيف يقبل نصف مماس، لأن الاشتقاق على اليسار، نصف مماس رأسي في النقطة، في النقطة اللي كندرسو فيها الاشتقاق اللي هي صفر، إف ديال صفر اللي لقيناها ناقص واحد، متجه نحو الأسفل. السؤال رقم سبعة، بين أن إف يقطع محور الأفاصيل في نقطة واحدة أصولها ألفا ينتمي للمجال جوج خمسة على جوج. إذا هنا خصني نحدد تقاطع ديال السقف مع من؟ مع محور الأفاصيل. إذا الطريقة اللي كنستعملو باش نحددو التقاطع ديال واحد المنحنى دالة مع محور الأفاصيل، كنحلو هاد المعادلة هادي كتساوي لنا صفر. أفاصيل الحلول هي يعني أفاصيل أولا الحلول، الحلول كنلقى مثلا إكس واحد إكس جوج، إذا هاد الحلول هادي هي أفاصيل نقط التقاطع. إذا إف لإكس كتساوي صفر،
هذه بطبيعتها خصها تذكركم بواحد المبرهنة سبق لكم باش قريتوها في الدرس ديال الاتصال، اللي هي مبرهنة القيم الوسيطية. إذا في مبرهنة القيم الوسيطية كتبين بأن المعادلة تقبل حلا وحيدا أو على الأقل حل. هنا قال لك في نقطة وحيدة أفصلها، راه نفس المعنى، يعني غنستعمل مبرهنة القيم الوسيطية. إذا اف متصلة، هنا غنستعمل ثلاثة الشروط، يعني اف خصها تكون متصلة ورتيبة قطعا، وخص اف لي ا اف لي بي تكون أصغر من صفر، باش نقول بأن المعادلة تقبل حلا وحيدا اللي هو في هذه الحالة يكون هو ألفا. إذا اف متصلة وتزايدية على المجال 2 × 5/2. احنا درنا منحنى التغيرات او درنا جدول التغير، لقينا بان الدالة تزايدية على المجال بشكل عام 1 × لا نهاية، اذا تزايدية على 2 × 5/2. دابا خصني نحسب اف ديال 2 و اف ديال 5/2 ونشوف واش الجداء ديالهم سالب. اذا اف 2 نعوضو في الدالة، الدالة كما كتعرفوا هي اكس ناقص 1 ناقص الجذر ديال اكس ناقص 1. اذا نعوضو، اذا اف 2 هي 2 ناقص 1 ناقص الجذر ديال 2 على 2 ناقص 1. اذا 2 ناقص 1 1، 2 على 1 هي 2، اذا 1 ناقص جذر 2، 1 ناقص جذر 2 أصغر قطعا من الصفر. إذا اف ديال 2 أصغر من الصفر. خصني دابا نحسب اف ديال 5/2، خصني نلقاها موجبة. إذا التعويض في الدالة هي 5/2 ناقص 1 الجذر ديال 5/2 على 5/2 ناقص 1. نبسطو شي شوية الكتابة، 5/2 ناقص نوحدو المقامات اللي هي 2/2 ناقص 5/2، وفي المقام عندي 5/2 ناقص 1، إذا 5/2 ناقص 2/2 أي هي 3/2، حتى هنا يمكن لي نكتب 3/2. إذا 3/2 ناقص، التعبير اللي كاين داخل الجذر غادي نبسطو، هي 5/2 مضروبة في المقلوب ديال المقام اللي هي 2/3. إذا نختزلو، غادي يبقى لينا اف ديال 5/2 كتساوي 3/2 ناقص الجذر ديال 5/3، وهذا إلا حسبناه فغنلقاوه تعبير موجب، لأن 3/2 هي 1.5، وخمسة على جوج غتلقاها قل 1، يعني قل من 1.5، إذا هذا أكبر من صفر، وبالتالي اف ديال 2 اف ديال 5/2 أصغر من صفر. إذا لقينا 3 ديال الشروط، إذا متصلة وتزايدية واف ديال 2 اف ديال 5/2 أصغر من صفر. إذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية، المعادلة اف لإكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا، ولا نديرو الصياغة ديال الآخر، يعني المعادلة اف لإكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، بحيث ألفا كتنتمي للمجال 2 × 5/2. إذا هذيك ألفا هي نقطة تقاطع، إذا سيف يقطع محور الأفاصيل في ألفا، ولا في نقطة أفصولها ألفا. طيب، بطبيعة الحال ألفا تنتمي إلى المجال 2 × 5/2.
إذن نمر الآن إلى السؤال رقم 8، أنشئ في معلم متعامل ومنظم سقف. إذن في الإنشاء الهندسي غادي ندير واحد المعلم متعامد ممنظم. الإنشاء الهندسي هو التلخيص ديال التمرين، يعني داكشي اللي حسبتي كامل ديال المقاربات، المماسات، جدول التغيرات، كله كخصك تلخصه في الإنشاء الهندسي. إذن نلخص هنا أهم الأشياء اللي غنحتاجو. إذا السقف يقبل القالب، يعني السقف يقبل مماس رأسي متجه نحو الأسفل في 0 ناقص 1. إذا مماس رأسي، المماس كنمثلو بواحد السهم صغير. إكس كتساوي 1 مقارب أفقي، إذا هو هذا. دلتا مقارب مائل بجوار مولن فيني، إذا مستقيم دلتا. لقينا كذلك السقف يقطع محور الأفاصيل في ألفا، يعني ألفا كتنتمي لجوج 5/2، يعني ما بين 2 و5 و2.5 تقريبا. ألفا كاينة في هذا المكان هذا، دونك المنحنى غيدوز من تما. الآن دابا غادي نرسمو نشأو الشكل الهندسي. غنبداو بهالجزء هذا. إذا في مولن فيني عندنا السقف يقبل مقارب مائل. في مولن فيني المقارب هو هذا المستقيم هذا، إذا السقف مقارب مائل، دالة تزايدية من مولن فيني حتى النقطة 0 ناقص 1، إذا حتى لهنا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني عندنا نبداوه من مولن فيني، إذا يقبل مقارب، المعادلة ديالو إكس كتساوي، إذا المنحنى سيطلع مقارب، دالة تزايدية كيطلع من مولن فيني مقارب، وغيقطع محور الأفاصيل في ألفا. وكذلك فلان فيني لقيناه كذلك دلتا مقارب بجوار بلس فيني، اذا غيمشي مقارب للمستقيم دلتا بحال هذا الشكل هذا. اذا هذا هو منحنى الداله اف. الان السؤال الموالي، لتكون جي قصور الداله اف على المجال اي واحد بلس لانفيني. قصور دالة على مجال شنو كتعني؟ كتعني بأن الدالة جي ديال إكس راه كتساوي أن الدالة إف ديال إكس، ولكن إكس كتنتمي لمجال واحد بلس أنفيني، يعني كناخدو غير داك الجزء اللي على واحد بلس أنفيني. إذا بين أن الدالة جي تقبل دالة عكسية جي منزل على مجال جي يتم تحديده. إذا باش تكون عندنا دالة تقبل دالة عكسية خاصها تكون متصلة ورتيبة قطعا. إذا لقيناهم في الأسئلة السابقة، لدينا جي متصلة وتزايدية وتزايدية قطعا على واحد بلس لانفيني كما لقينا هنا، هي هذه. هذا الجزء هذا اللي كنخدمو عليه من واحد بلس لانفيني، إذا دالة تزايدية قطعا. إذا جي تقبل دالة عكسية جي موانز على المجال جي، بحيث هذاك جي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو اف صورة ديال واحد بلس لانفيني. إذا بما أن الدالة تزايدية فالصورة ديال المجال واحد بلس لانفيني هي الليميت ديال اف لإكس في الواحد بلس ليميت ديال اف لي اكس في البلس لانفيني. احنا سبق لنا باش لقينا هاد النهايات، اذا لقينا مول لانفيني بلس لانفيني، يعني جي راه كتساوي لنا ار. اذا السؤال ب، احسب جي موانزل ديال الصفر. في هذا السؤال غادي نستعمل علاقة التكافؤ ما بين جي والجي موانزل. علاقة التكافؤ تقول بأن جي ديال إكس تساوي إيكغيك، إكس كتنتمي لمجموعة التعريف ديال جي اللي هي واحد بلس لانفيني، تكافئ جي موانز ديال إيكغيك تساوي إكس، و إيكغيك كتنتمي لمجموعة التعريف ديال جي موانز اللي هي آر.
إذن لنبحث عن إكس بحيث جي موان زان ديال صفر تساوي إكس. إذا كنستعمل هذا التعبير هذا جي موان زان إكري كتساوي إكس. السؤال طالبين مننا نحسبو جي موان زان ديال صفر. إذا جي موان زان ديال صفر كتساوي لنا إكس، أي جي ديال إكس تساوي صفر. يعني كندوز العلاقة الأولى، يعني عندنا التكافؤ. سبق لنا حسب السؤال 7 لقينا بأن جي ديال ألفا كتساوي لنا صفر. إذا حسب السؤال 7 جي ديال ألفا كتساوي صفر، وبالتالي هذيك إكس راه هي ألفا، إذا تساوي ألفا. إذا جي ديال ألفا تساوي صفر. بطبيعة الحال في السؤال 7 عندنا حنا إف د ألفا، ولكن إف ديال إكس راه هي جي ديال إكس على المجال 1 زائد لا نهاية. إذا جي ديال موان زان ديال صفر تساوي ألفا. وبطبيعة الحال ألفا خصني نتأكد واش كتنتمي لمجموعة التعريف اللي هي ماذا، اللي هي أن ألفا هي إكس. إذا 1 بلس انفيني. بطبيعة الحال حنا عندنا ألفا محصورة ما بين 2 و5 على 2، إذا كتنتمي 1 بلس انفيني. السؤال دابا الموالي بين أن جي موان زان بريم ديال صفر تساوي واحد التعبير اللي هو 2 عامل ألفا ناقص 1 أس 3 على 2، في ألفا أس 1 على 2 على 1 زائد 2 عامل ألفا ناقص 1 أس 3 على 2 مضروبة في ألفا أس 1 على 2. إذا حنا عندنا جي موان زان بريم. إذا خصني نستعمل المشتقة ديال جي موان زان إكس. إذا لدينا جي موان زان بريم ديال إكس العلاقة العامة شنو كتساوي لنا؟ مشتقات الدالة العكسية هي 1 على جي بريم جي موان زان ديال إكس. حنا كنقلبو على جي موان زان بريم ديال صفر، إذا كنعوض إكس باش بصفر، يعني هي 1 على جي بريم جي موان زان ديال صفر. وجي موان زان ديال صفر حسب السؤال السابق هي ألفا، إذا هي 1 على جي بريم. نعوض جي موان زان صفر باش بالعدد ألفا. إذا بقى لي نحسب جي بريم ديال ألفا. جي بريم ديال ألفا خصني نستعمل الدالة المشتقة. إذا الدالة المشتقة جي بريم ديال إكس هي اللي قدامي. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض إكس بالعدد ألفا. إذا جي بريم ديال ألفا هي 1 زائد 1 على 2 عامل ألفا ناقص 1 أس 2، الجذر ديال إكس على أو الجذر ديال ألفا على ألفا ناقص 1. إذا كنعوض إكس بألفا. غنحاول نبسط هاد الكتابة هاد. إكس ألفا ناقص 1 أو كاري غادي ندخلها في الجذر. إذن غندخلها في الجذر، يعني خصني ندير لها المربع. حنا كنعرفو ملي كتكون عندنا إكس جذر مثلا أ زائد بي، إلا دخلنا هاد إكس لداخل كترجع إكس كاري. طيب بطبيعة الحال إكس تكون موجبة، إلا كانت سالبة كان الإشارة هنا كتكون ناقص. إذن إكس كاري عامل أ زائد بي، حيت باش إلا خرجت كتولي القيمة المطلقة ديالك. حنا بطبيعة الحال عندنا ألفا موجبة، ألفا ناقص 1 موجبة، وبالتالي ما عندناش مشكل في الإشارة. إذا غادي ندخلو داك ألفا ناقص 1 غتولي أس 2 لكل أس 2 اللي هي أس 4، ألفا على ألفا ناقص 1. غادي نختزلو بألفا ناقص 1 وغادي يبقى 1 زائد 1 على 2 الجذر ديال ألفا ناقص 1 أس 3 مضروبة في ألفا. الآن نرجعو للعلاقة ديالنا ونعوضو. دونك عندنا جي موان زان، ولا قبل ما نرجعو غادي نحسبو المقلوب ديال 1 على جي بريم ديال ألفا. إذا 1 على جي بريم ديال ألفا غادي نديرو المقلوب
هي واحد على واحد. إذا العلاقة قبل ما نديرو نقلوب نوحد داك المقامات. إذا جي بريم ديال ألفا، إذا المقام الموحد هو جوج الجذر ديال ألفا ناقص واحد أس ثلاثة في ألفا، وفي البسط عندي واحد زائد جوج الجذر ديال ألفا ناقص واحد أس ثلاثة مضروبة في ألفا. إذا المقلوب ديال واحد على جي بريم ألفا هو المقلوب يعني ديال هاد التعبير اللي عندي، هو يعني هو الجذر جوج الجذر ديال ألفا ناقص واحد أس ثلاثة على واحد زائد جوج الجذر ديال ألفا ناقص واحد أس ثلاثة مضروبة في ألفا. هنا ألفا إلا بغيت نحيد الجذر، حنا كنعرفو بأن الجذر ديال أ بي إلا كان موجب كيمكن له ندير الجذر ديال أ في الجذر ديال بي، وكذلك عندنا الجذر من الرتبة أن ديال أ هو أ أس أن على أن. إذا غادي نفكك ونحيد داك الجذر. إذا جوج ألفا ناقص واحد عندنا أس ثلاثة وعندنا الجذر مربع، يعني غتكون ثلاثة على جوج مضروبة في الجذر ديال ألفا. الجذر ديال ألفا هو ألفا أس واحد على جوج على واحد زائد جوج، كذلك نفس العملية ألفا ناقص واحد أس ثلاثة على جوج مضروبة في ألفا أس واحد على جوج. إذا هذه واحد على جي بريم ديال ألفا، واحد على جي بريم ديال ألفا هي جي موان زان ديال صفر. إذا جي موان زان بريم ديال صفر. السؤال الأخير، أنشئ سي جي موان زان في نفس المعلم. إذا كنعرفو بأن سي جي موان زان هو مماثل حسب الخاصية بطبيعة الحال، هو مماثل ماذا؟ هو مماثل سي اف بالنسبة للمنصف الأول أي المستقيم الذي معادلته إيكغيك كتساوي إكس. إذا أول حاجة كنشأ هي واحد المستقيم المعادلة ديالو إيكغيك كتساوي لنا إكس. إذا هو هذا اللي رسمي. الجزء المنحنى اللي كنقلب له على المماثل ديالو هو هذا الجزء هذا. إذا الجزء الممثل على المجال واحد زائد لا نهاية. إذا هذا الجزء هذا غنقلب له على المماثل ديالو. إذا كنعرفوا بأن إكس كتساوي لنا واحد، كان عندنا هو مقارب ديال من؟ ديال سي إف. إذا دابا شنو كندير؟ في الدالة العكسية كنقلب، إكس كتولي إيكغيك وإيكغيك كتولي إكس. إذا غتولي إيكغيك كتساوي لنا واحد مقارب سي جي موان زان. إذا هو هذا اللي رسمناه، إيكغيك كتساوي لنا واحد. كذلك كنعرفو بأن سي جي يقبل فرعا شجميا، إذا أو لا يقبل مقاربا. إذا سي جي أو لا سي إف يقبل مقاربا مائلا، معادلة ديالو إيكغيك كتساوي لنا إكس ناقص جوج. فإذا كان هذا كيقبل مقارب المعادلة ديالو إيكغيك كتساوي لنا إكس ناقص جوج، إذا سي جي موان زان يقبل مقاربا المعادلة ديالو إكس كتساوي لنا إيكغيك ناقص جوج. دونك شنو قلنا حنا؟ كنعوضو إكس بإيكغيك، أي إيكغيك كتساوي لنا إكس زائد جوج. إذا هو هذا اللي رسمنا، حنا رسمنا غير باش يسهل علينا رسم المنحنى. إذا إلا كان سي إف كيقطع محور الأفاصيل في واحد النقطة ألفا اللي هي محصورة بين جوج وجوج وخمسة على جوج، فكذلك سي جي موان زان كيقطع محور الأراضي في واحد النقطة اللي محصورة كذلك ما بين جوج وخمسة على جوج. إذا في هذه النقطة هذه، إذا المنحنى ديال سي جي موان زان غيكون بهذا الشكل هذا. هنا غيكون مقارب وغادي يقطع لنا محور الأراضي في هذه النقطة، وكذلك غيمشي مقارب المستقيم إيكغيك كتساوي لنا إكس زائد جوج. إذا غيمشي بهذا الشكل هذا.
المماثل، بحيث أننا إلى طوينا هذه الورقة مثلا، إلى طوينا الورقة على المستقيم هذا خص يجيني سي اف والسي جي موانز متماثلان، يعني متطابقان. إذن هذا كان آخر سؤال، نتمنى تكون الأمور واضحة. تحياتي لكم جميعا.